الكثير منا سمع عن اسم الدارك ويب، وتقريبا هناك قصص وخرافات عن هذا الجزء من الانترنت الغامض سمعه كثير من المستخدمين. ويمكن من اشهر ما يقال عن الدارك ويب بانه طريقة غير قانونية لشراء الاسلحة والمخدرات. ولكن هل تعرف بان مؤسس اساس الدارك ويب هو الحكومة الامريكية؟ اليوم كلامنا عن اصل الدارك ويب وماذا يحدث في هذا العالم الغامض. إذا عجبك محتوى قناتنا ادعمنا من خلال الاشتراك وضغط زر الجرس ليصلك جديدنا. هناك من يربط الدارك ويب بموقع سيلك رود، واللي اشتهر بأنه أمازون البضائع الغير قانونية مثل المخدرات والأسلحة الغير مرخصة. ولكن هذا الموقع هو جزء بسيط من الدارك ويب. لنفهم الدارك ويب علينا أولا أن نفهم محركات البحث. فمحركات البحث مثل جوجل تستخدم برامج تسمى بالسبايدر، وتكون مهمتها الدخول للمواقع وفحصها، وإذا وجدت رابط داخل الموقع لموقع آخر فيضاف هذا الرابط لقائمة المواقع، ويزور السبايدر الموقع هذا ويبحث فيه عن رابط جديد. هناك مثل يقول: إذا كنت صديق لشخص واحد فأنت صديق لكل العالم. بهذا المثل يقوم عمل هذه البرامج. إذا كان لموقعك رابط في موقع آخر فأكيد أنت في رادار برامج السبايدر. ولكن مواقع الدارك ويب مخفية عن هذه البرامج، ولهذا فأنت كمستخدم عادي لا تستطيع أن تدخل هذه المواقع، لأن بكل بساطة لا تستطيع أن تجدها. وتستخدم مواقع الدارك ويب تقنيات إخفاء خاصة تمنع دخول برامج البحث فيها. نستطيع تقسيم الإنترنت لثلاث أقسام. القسم الأول هو سطح الويب، واللي ما يقارب 10% من الإنترنت، وهو اللي تقدر مواقع البحث الدخول له وأخذ المعلومات. أما القسم الثاني فهو الديب ويب، والأقسام المخفية عن مواقع البحث، وبعضها تكون مفيدة مثل معلومات الشخصية ومعلومات البنوك الخاصة بها. أما القسم الثالث فهو الدارك ويب، وهو جزء من الديب ويب اللي لا تستطيع الدخول له إلا بمتصفح خاص. في هذا القسم تباع البضائع الممنوعة مثل المخدرات والأسلحة، وهذه المتصفحات تخفي هوية الزائر وأصحاب الموقع باستخدام تقنية تشفير بعنوان الآي بي. لنعود في التاريخ لعام 1969، وهو تاريخ إرسال أول رسالة بين الكمبيوترات باستخدام شبكة الأربع نت، واللي هي أساس الإنترنت الحالي. وحتى تعرف عن بدايات الإنترنت أحيلكم لقصة والد الإنترنت، واللي تكلمنا فيها عن كيف تحول الإنترنت من شبكات مختلفة لشبكة واحدة في التسعينات من القرن الماضي. والحقيقة أن أول عملية بيع وشراء من خلال الشبكة كانت عملية غير قانونية، وهي بين طالبين من MIT، وكانت البضاعة هي مخدرات في عام 1970. وفي الثمانينات كانت هناك شبكة مستقلة لبيع الممنوعات وتبادل المعلومات السرية. طبعا هذه الشبكات كانت بدائية مقارنة لما هو موجود اليوم، ومن السهل اختراقها أو الكشف عن من وراءها. في التسعينات تحول الإنترنت من شبكات مستقلة لشبكة واحدة سهل على كل العالم الدخول لها، وهنا ظهرت تقنية لإخفاء أجزاء من الإنترنت، وحملت هذه التقنية اسم The Onion Router أو Tor اختصار. باختصار هي متصفح تتيح للمستخدمين تبادل المعلومات وتصفح المواقع بسرية كاملة، وهذه التقنية ممكن تعتبر الأساس للدارك ويب. أساس الدارك ويب هو الخصوصية وعدم معرفة شخصية الزائر أو صاحب الموقع، وهنا جاءت تقنية تور. عند اتصال المستخدم بتقنية تور يقوم المتصفح بنقل الاتصال لثلاث خوادم مختلفة حول العالم مع تشفير هذه الاتصالات، ومع كل تشفير تضاف درجة حماية جديدة، ومن هنا جاء اسم أونيون واللي يعني بصل، ولهذا فمن الصعب تتبع صاحب هذا الاتصال. أعتقد أنك تتوقع بأن مصمم تقنية تور هو هاكر أو مجموعة غير قانونية، لكن في الحقيقة بأن تقنية تور هي من تصميم الجيش الأمريكي، والهدف من التقنية هو تناقل المعلومات بكل سرية بين أقسام الجيش، وتم تطويرها أكثر من قبل وزارة الدفاع وطرحها للعامة في 2002، ولليوم فالتقنية لا تزال تتطور من قبل الجيش الأمريكي. والهدف الرئيسي من فتح المجال للعامة لدخول التور هو أن تضيع المعلومات المهمة للجيش الأمريكي بين الكم الهائل من المعلومات اللي راح يضيفها العامة. وهنا حتى لو استطاع أحد اختراق تور فمن المستحيل عليه معرفة أي من المعلومات هي معلومات الجيش الأمريكي، فكلما زاد عدد المستخدمين كلما كان اختراق الشبكة مستحيل. صحيح مثل ما قلنا أن تور هي أساس للدارك ويب، لكن بدونه أيضا سيستمر الدارك ويب، فتقنية تور
تضيف طبقة من السرية أكثر من السابق. في عام 2014 نشر دكتور غارث أوين دراسة عن الدارك ويب، وذكر فيها أن مواقع بيع المخدرات هي المسيطرة وتليها مواقع غسيل الأموال والاحتيال وتبادل البيتكوين. في دراسة في عام 2001 من جامعة كاليفورنيا ذكرت بأن حجم البيانات في الدارك ويب وصل إلى 7.5 بيتابايت، أي ما يعادل 7.5 مليون جيجا بايت، وبعد سنتين ارتفع الرقم إلى 91,000 بيتابايت. واليوم تصل نسبة الدارك ويب إلى 96% من الإنترنت العادي، يعني أنك تتصل ب 4% من الويب. وأكبر 60 موقع في الدارك ويب يحتوي على بيانات تعادل 40 ضعف الويب الحالي، ويقال بأن مواقع البحث تغطي ما يقارب 0.03% من الويب الحقيقي. ولا يخلو الدارك ويب من مواقع الاحتيال، فمثلا هناك موقع يدعي بأنه يقدم خدمات الاغتيال من قبل عصابة ألبانية، ولكن في الحقيقة أصحاب الموقع هم 2 من أوروبا الشرقية يخدعون المستخدمين، وكان أسلوبهم هو المماطلة واختلاق قصص عن سبب فشل عملية الاغتيال بعد استلامهم المبلغ. يقال بأن الدارك ويب كل شيء من المسدس العادي لمنصة إطلاق الصواريخ، وأيضا هناك مواقع متخصصة في تزوير الشهادات وجوازات السفر، بل أن هناك من يوظف هاكر ليدخل سيرفرات الجامعة ليدرس بيها ويغير درجاته، ويقدر سعر الحصول على هوية جديدة بأقل تقدير 1200 دولار. ولكن أشهر شيء في الدارك ويب هو موقع السيلك رود، واللي اقتبس اسمه من طريق الحرير التاريخي المشهور اللي يربط أوروبا بآسيا مرورا بالشرق الأوسط وأفريقيا. وأول مرة استخدم الاسم كان في 2011 من قبل روس أوبرينغ، وهو صاحب أول موقع للسيلك رود تحت اسم تريد بايرت روبرت. ومن خلال السيلك رود تستطيع أن تحصل على أي شيء من المخدرات للمستندات المزورة، والعملة الرئيسية لهذا الموقع هو البيتكوين، واللي نظامها يساهم بأن يجعل تبادل العملة مشفر وسري للغاية. وقد تحدثنا سابقا عن مؤسس البيتكوين. في عام 2013 تم القبض على روس ومحاكمته بتهم منها غسيل الأموال والاختراق وأيضا محاولة القتل، وتم الحكم عليه بحكم مؤبد مرتين. وحسب روس فإن هدفه الرئيسي من الموقع هو أن يعطي الحرية للمستخدمين على الحكومة، وأن موقعه لا يبيع أي شيء يضر بالصحة العامة. وهناك من يدافع عن روس بحجة أنه لا يملك أي خبرة في البرمجة، وأن صحيح له يد في بناء الموقع، لكن هناك فريق يتحمل الجزء الأكبر من التهم وأنه وقع ضحيته. واليوم بعد القضاء على موقع سيلك رود هناك مواقع تظهر في الدارك ويب تحمل نفس الفكرة، ولكن هناك صحف ومؤسسات صحفية تستخدم الدارك ويب للحصول على المعلومات. فمثلا نيويورك تايمز فتحت موقع من خلال الدارك ويب لاستقبال المعلومات من قبل الزوار بشكل سري، وهو ما يتيح المجال لمن يريد تسريب معلومات أو وثائق حكومية سرية للإعلام دون خطر القبض عليها. ينصح عدم الخوض في الدارك ويب سواء كتجربة أو لهدف معين، فأنت بدخولك لموقع التور تعرض معلوماتك لخطر الاختراق، وأيضا دخولك لمواقع ولو بالصدفة قد تعتبر تهمة. اكتب في التعليقات عن رأيك بهذا الموضوع، وهل تحب في الحلقات الأخرى نتكلم أكثر عن الدارك ويب؟ وإذا عجبك محتوى قناتنا ادعمنا من خلال الاشتراك، وممكن تشوف هنا فيديوهات إضافية عن مواضيع مختلفة.